كذلك الفن في الجزائر مع تقديمها لمختلف الأسماء الفنية التي لا تزال تقدم الكثير للفن والثقافة في الجزائر. ككل شهر أصبح موعد قار لكل جمهور العاصمة والولايات المجاورة حضور التكريم المنظم من طرف الجمعية الفنية الثقافية الألفية الثالثة بمساهمات الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمسرح الوطني الجزائري مع رئيس الجمعية محبوب الفنانين سيد علي بن سالم. صباح الخير سيد علي. صباح الخير أخويا محسن، نشكركم على هذه الدعوة. كما جرت العادة كل شهر عندنا موعد مع الجمهور الجزائري. صحيح، هو موعد ووقفة مع تكريم الأسماء الفنية الكبيرة. قبل ما نروح إلى التكريم الخاص بشهر مارس اللي هو أكيد شهر المرأة وحديثنا عن الأسماء التي ستكرم بهذه المناسبة، أنت كنت جست معنا قبل التكريم تاع الطبعة اللي فاتت وين كانوا فنانين كبار، الفنان عبد العزيز قردة والفنان كذلك رزقي. لو تحكينا كيفاش كانت الأجواء المرة اللي فاتت؟ طبعة 118، العدد تاع الفنانين وصل الى عدد 118 للفنان عبد العزيز قرده، هو مخرج وممثل ومتخرج من برج الكيفان، والفنان القدير عبد رزقي بوزيد هو فنان وملحن. عملنا لهم التكريم تاعهم وكان التكريم حفل ناجح 100%. الحمد لله. اكيد الموعد السبت القادم، لكن قبل ما نحكوا على الموعد القادم واش رايك سيد علي نذكروك بالصور اللي كانت والاجواء اللي كانت في التكريم السابق للجمعيه الفنيه الثقافيه الالفيه الثالثه مع زميل ياسين وتخديجات. المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطرزي كان على موعد مع التكريم 118 المنظم من طرف الجمعية الفنية الثقافية الألفية الثالثة، حيث جاء الدور هذه المرة للفنانين القديرين الممثل السينمائي والمخرج عبد العزيز قردة والمغني رزقي بوزيد، وهذا بالتنسيق مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطرزي. الحمد لله ما نساونيش، إذا كان فكروا فيا باش يكرموني لأني مازالني موجود. موجود وين؟ في الدهن تاع الناس، دون ليسبري دي جون، وهذا فرحة كبيرة. كيل بليزير، كيل جوا، يعني حاجة اكسترا عندما تكرم من طرف اي مؤسسه، وعندما تدخل للقاعة وتشوف دوك الجماهير الغافره موجوده اللي جات غير على جالك، وتشوف العائله الفنيه موجوده، وتشوف الاصدقاء والرفقاء وصحاب العمل اللي تعاملت معاهم. اليوم نزلت فيها الفرحه، فيها كل شيء. D'avoir يعني assisté à ce genre de تكريم. 118 فنان تكرموا من سنة 2001 إلى يومنا 2019. اليوم فكرنا به نكرموا زوج فنانين كبار. الفنان عبد العزيز قردة مخرج ممثل سينمائي شارك في عدة أعمال تلفزيونية وفي عدة أعمال كبيرة في القاعة بالمسرح الوطني. الفنان عبد العزيز قرزة متخرج من برج الكيفان. الفنان رزقي بوزيد فنان عطى الكثير للأغنية، وفي سنة 1958 اشتهر بواحد الأغنية يقولوا لها إناس العيون الطاوس، اللي دار ضجة كبيرة وعنده رصيد أكثر من 80 أغنية ولحن عديد وكتب عديد من الفنانين. واليوم فكرنا باش نكرموهم هما في زوج هنا بقاعة المسرح الوطني، ونتمنى لهم ان شاء الله ربي يطولهم في عمرهم. اجواء بهيجه عاشها الحضور، حيث تمتعوا باجمل الوصلات الغنائيه في الحفل التكريمي الفني. اعطينا الضوء الاخضر لرئيس الجمعيه الالفيه الثالثه حتى يقوم بعمليه احياء التراث الثقافي التقليدي وتكريم الوجوه الكبرى والأعمدة يعني تاع الفن الجزائري الأصيل
ففيه برنامج وحنا نرافقوا هذا البرنامج هذا لتكريم بعض الفنانين اللي مازالهم في الحياة أو بعض الفنانين اللي مشاو يعني فارقوا الحياة الفنية. وهذا الشيء يدخل من بين مهام الديوان، من بين يعني هوية الديوان اللي هو الحفاظ على التراث الثقافي التقليدي الجزائري من جهة، وكذلك ترقية هذا التراث. عزيز قردان نعرفه هذه السنوات يعني وجه من وجوه المسرح الجزائري، يعني باين ما كانش لا شك فيه. نعرف شوية أكثر رسخي بوزيد منذ زمنين طويل في الفن الموسيقي، في الغناء، في التاريخ كذلك، الخطر كيت تجاوره كيت تمشي معاه الذاكرات بقات سيل، الذاكرات بقات سيل معاك إلى حياة مع دحمان الحراشي، مع يقول لك هذا وهذا، والفنان الكل جيله كامل يعرفوه كما نعرفوا يعني الجيل اللي راه موجود اليوم. هذا من جهة. من جهة أخرى يلحن وفي نفس الوقت يكتب الكلمات، يعني محاولات كثيرة منذ زمنين طويل، منذ أواخر الخمسينات. شرف لأي فنان ولا الفنانين كامل كي شرفوا فنان. وانا على بالك نهضر لك على زيوز قلت لي، هو صاحبي مدة تقريبا 50 ولا 55 سنة، كنا نضربوا في الكونسرفاتوار وكنا في المسرح، ومن بعد من المسرح دخلنا للمعهد تاع برج الكيفان اللي هو تاع لار دراماتيك، ومن تماك دخلنا للمسرح الوطني، ومن تماك قعدنا مازلنا كيف كيف. فرحة عارمة للفنانين عبد العزيز قردة ورزقي بوزيد على إثر تكريمهما، حيث أعطيا الكثير للفن الجزائري منذ الزمن الجميل. وحاجة بتكون نفسها مع سيد مساد شكيل برنوس الجزائري حاضر أيضا، تراثنا عادتنا وتقاليدنا. مبادرة طيبة من طرف الفنان والمخرج سيد علي بن سالم رئيس الجمعية الفنية الثقافية الألفية الثالثة في تكريم الفنانين في حياتهم، ليبقى هذا التكريم أجمل ذكرى راسخة في الأذهان تقديرا للفنانين والفن الجزائري. ممثل أو ياسين زايد يقول ممثل عن المسرح الوطني محيدي المشترك هو الصفحة الثقافية والفنية كذلك. شكرا لياسين وتخديجة وفرقتنا التقنية لحضرة هذا التكريم. ونقول لكم المشاهدين كما شفتوا هذه الأجواء الرائعة اللي كانت خلال التكريم السابق، أجواء كذلك رائعة وأروع ستكون السبت المقبل بحولها 9 مارس، أكيد 9 مارس، ولا نقول 8 مارس، ولا نقول مارس عموما اليوم العالمي للمرأة، وبالتالي أكيد أسماء نسوية ستكرم هذا الشهر. سيد علي، الأسماء اللي اخترناها باش نكرموها بمناسبة يوم العالمي للمرأة، هذه المرة خيرنا 3 أسماء، 3 فنانات. الفنانة فاتحة نسرين اللي بدأت في 1964 بالبالي الوطني اللي كان يشرف عليه عمي إبراهيم بهلول، ومن بعد 74 انتقلت إلى إذاعة وتلفزيون في الأغنية، من بعد في 79 دخلت المجال التمثيل، واللي كان سبة تاعها به دخولها في المجال التمثيل هو الاسبكتور الطاهر الحاج عبد الرحمن ربي يرحمه. الفنانة مريم وفاء بدأت أول أغنية في 1973، أغنية هي أغنية من التراث، جيناكم زيار، صح، ودارت بها نجاح كبير، ودارت بها نجاح كبير اللي قام بالتلحين تاعها زاد لها الاستاذ المرحوم معطي بشير، بدات في 1973، هي اول الاغنيه اللي بدات الشهره بها. الفنانه نسيمه ممثله،
بدات في 1957 نهار كانت الارتياء، من بعد مع لويس حبست وعودت رجعت في 1963 وخدمت سبيكرين وكانت ممثلة بالإذاعة والتلفزيون الجزائري حتى نهار خدات لا روتريت. اليوم هادو هما ثلاث أسماء اللي اخترناهم باش يكون التكريم تاعهم نهار السبت إن شاء الله بداء من الساعة 2:30. أكيد هو موعد أكيد لكل العائلات اللي نقول لهم اليوم يقدروا يتحصلوا على الدعوات ولا؟ اليوم رايحين قبل ما نروحوا لمرحلة تاع الدعوات رايحين نعطيوا البرنامج تاع الحفل اللي راح يكون يوم السبت إن شاء الله. الحفل راح يكون بمشاركة نخبة كبيرة من الفنانين، من بينهم الفنان المحبوب عبد القادر شاعو، في الأغنية القبائلية رامي فارس، في الأغنية المغربية سعيد بلال، في الأغنية مع الفنانة أمل عتبي، وفي الأغنية مع فنان آخر نصر الدين بليدي. هذا هو الأسماء اللي راح تكون إن شاء الله في الحفل اللي راح يكون نهار السبت ان شاء الله بحضور كوكب من كل الفنانين ان شاء الله يكونوا حاضرين ان شاء الله. اكيد في كل مره اكيد تكريم الاسماء الفنيه يكون بحضور نجوم الاغنيه الجزائريه. دائما السيد علي للجمعيه الفنيه الثقافيه الالفيه الثالثه كما رانا نشاهدوا على الشاشه تختار اسماء فنيه من الجيل الجديد وكذلك الاسماء الفنيه الكبيره، يعني مزج بين الجيل الجيل القديم ونعطيه الفرصه للاجيال الجديده ان شاء الله باه تشارك في هذه الحفلات هذه التكريميه. وما ننساوش هذا كان يرجع للديوان الوطني لحقوق التاليف والحقوق المجاوره على راسهم سي بن شيخ والمسرح الوطني على راسهم سي يحياوي. وإحنا الناس اللي راهم يشوفوا فينا الناس يتبعوا حصة صباح الخير كل مرة راح نحطوا 100 دعوة في قاعة الاستقبال بالمسرح الوطني الجزائري. اللي عنده الحظ يمشي للقاعة المسرح ومن في حدود الساعة 11 إن شاء الله يديو الدعوات باه يحضروا نهار السبت إن شاء الله. إن شاء الله نشوفوا على الشاشة. ها هي الدعوة التي يقدروا العائلات ابتداء اليوم على 11 تاع الصباح بقاعة استقبال المسرح الوطني الجزائري محي الدين باش ترزي الحصول عليها. مرة كنت حاضر في التكريم وكاين واحدة جات وما لقاتش الدعوات وقالت لهم شفت في صباحيات قالوا بلي دعوات وما كانوا خلاصوا، لكن هذا ما يمنعش حتى اللي ما يتحصلوش على دعوات أبواب يكون مفتوحة. ربما الناس اللي يشوفوا فينا من ولايات تيبازا بومرداس تيزي وزو غيرها يعني بعيد على العاصمة يقدروا نهار السبت ان شاء الله ابتداء من 2:30 تاع العشية يجوا يحضروا هذا التكريم. هذا التكريم دائما بمساهمة كما قلت سيد علي الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. في التكريم اللي فات كان حضر سيادة المدير العام سامي بن شيخ الحسين، وهو في كل مرة ما يكونوش عنده ارتباطات يحضر هذا التكريم. يحضر هذا التكريم لأنه شاف باللي عامل بروفيسيونيل وشاف باللي كل التكريم لازم هو انا طلبته منه شحال من خطره نقول له ماذا بيا تحضر، لان هذا العمل ما راهش نخدمه غير انا وحدي، رانا نخدموه عمل مشترك ما بين الديوان الوطني ومن المسرح الوطني. ماذا بينا كل واحد يدي حقه في هذا الحفلات تاع التكريم. ونتمنى ان شاء الله كل الشهر راح يكون اسماء واحد اخرى حتى نحاول كيفاش نوصل لعدد كبير باه نكرم كل الفنانين اللي عطاو للساحه الفنيه سواء كان مخرج سواء ممثل مغني مكاتب كل ما نقصيو حتى هو فنان ان شاء الله. اكيد هو الاقصاء ثاني يكون بعدم يعني انكم تهتموا ربما غير بالفنانين اللي قراب ولا غير في الجزائر العاصمه. احنا في كل مره شفنا اكثر من تكريم وين جو فنانين من الغرب من الجنوب من الشرق، لانه الجمعيه تهتم بالاسماء الفنيه عبر التراب الوطني سيد علي. هذا هو الهدف تاع الجمعية الألفية الثالثة. ودائما سي بن شيخ يأكد باللي لازم نقيسوا كل الأسماء، ما نبقاوش نحتصروا روحنا غير في الجزائر العاصمة. الفنان الجزائري مهما وين يكون ولا شفناه باللي أعطى للساحة الفنية احنا كي نكرموه هذا هو الشيء اللي يخلينا يخلي كل اعمالنا ناجحه، لان ما نقصيو حتى واحد وكل واحد نعطي له حقه. صح، وهذا الشيء شفناه من خلال الفنانين وحتى الاعلاميين وكذلك الجمهور اللي ولا وفي
تشكيل هذه التظاهرة دائما يعني قاعة المسرح الوطني تكون مملوءة على الآخر، تعود هذا الجمهور من فنانين وصحفيين وكذلك جمهور على هذا الموعد، الموعد نهار 9 مارس مع ثلاث أسماء كبيرة وثقيلة، يعني كل واحدة تسحق التكريم. وأنا نحب نتحدث عن الفنانة مريم وفاء، إن شاء الله تكون تشوفينا ونحييها تحية كبيرة لأنها كانت جالسة معي في برنامج، حقيقة هي فنانة تستاهل التكريم. حكي لي لما اتصلت بها كيفاش كانت ردة فعلها، لأنه عندنا بزاف ما شفناهاش. على كل حال أنا كي اتصلت بها كانت شوية عيانة، عندها لاتونسيون، وكي قلت لها راح يكون التكريم تاعك، ربما بعد ما قلت لها هذاك التكريم ربما راح يزول عليها الصداع على الراس. لا لا فرحت فرحت، وان شاء الله تكون حاضره ان شاء الله، والناس اللي متوحشينها، وربما حتى الا كان قدروا نطلبوا منها حتى ربما هذيك الاغنيه اللي كانت دارت عليها نجاح كبير، نجاح كبير، جيناكم زيار، جيناكم زيار، وربما راح نقولوا لها الو كان تعطينا مقطع منها، لانه دائما كاين مفاجات في هذا التكريمات. نروح عند الفنانه فتيحه نسرين اللي هي كذلك كانت تحضر تكريمات تاع فنانين واحد اخرين، كانت كشغل في كل مره وين تقدر ما يكونوش عندها انشغالات ربما عمل تكون حاضره في تكريم الزملاء، وهذا الشيء الجميل حتى الناس اللي يتكرموا وتلقاهم يجوا باش يحضروا تكريمات. لا لا على كل حال انا كل الفنانين عندما توجه لهم دعوه الحضور باه يحضروا للتكريم يحضروا بقوه، وعلى بالهم يجي نهار هما تلحق الدلال تاعهم وكما داروا يديروا له. صحيح، احنا في المره اللي فاتت كنا تحدثنا على فنان كان غادرنا كان يعني مبرمج باش يتكرم وما تكرمش، هو الفنان عبد القادر طاجر ربي يرحمه، لانه الجمعيات تقوم بوضع قائمه في كل مره يتم برمجه اسماء حسب المناسبه، وكي ما تكونش مناسبه اكيد كل فنانين يستاهلوا. شحال العدد اللي وصلت به؟ وصل العدد تاع اليوم السبت تاع نهار السبت ان شاء الله وصل الى 121 فنان تكرموا من سنة 2001 إلى يومنا هذا 2019. 121 فنان ما شاء الله، يعني قائمة كبيرة وقائمة مازالت مفتوحة إن شاء الله. احنا نتمنى وربي يطول في عمر كامل الفنانات والفنانين. آمين إن شاء الله. ونترحموا كذلك على الأسماء الفنية اللي رحلت خلال مارس، نهاية مارس هو يوم العالمي للمسرح، ونتذكر أنه السنة اللي فاتت ولا اللي قبلها كان تكريم الفنانة الكبيرة نوريا اللي فاتت. ماشي اللي فاتت، العام اللي فات 2017. هل 2017 كان يوم العالم 2017 كان يوم العالمي للمسرح، كرمنا الفنانه القديره السيده نوريا اللي ربي يطولها في عمرها، وكان عمل ناجح. هذه المره ما نقدروش نعملوا نفس الشيء بمناسبه اليوم الوطني للمسرح، لان البرنامج تاع المسرح الوطني كاين مناسبه، وربما كاين ثلاث اسماء ربما المسرح الوطني هو اللي راح يقوم بالتكريم تاعهم. ان شاء الله اكيد راح يكون معنا حضر سياده المدير العام للمسرح الوطني محمد الحياوي او المكلف بالاعلام محمود للحديث عن هذا المناسبه، لانه كذلك المسرح الجزائري قدم اسماء كثيره، وكثير من الفنانين ربما يحسوا بالفخر انه يعاودوا يتكرموا على خشبه، يعني وقفوا فوقها عمالقه. انا نذكر اكثر من فنان لما يقول لك الخصوصيه تاع هذا التكريم من غير انه حي ويشوف التكريم تاعه والفنانين ويشكرك انت سيدي علي، يعجبهم الحال انه في قاعه عندها الكثير من الرمزيه، هي قاعه المسرح الوطني الجزائري. بيان سور عندها تاريخ، هذاك عندما يتكرم فوق خشبه المسرح ودخل المسرح الوطني، اللي المسرح الوطني اللي يعرف اسماء كبيره كبيره، هذا شرف هذاك الفنان عندما تكرمه فوق خشبه المسرح. اسم مسرح محي الدين باشتازي عنده تاريخ، عندما الفنانين توجه لهم دعوه التكريم تاعهم وتقول لهم راح نتكرموا داخل المسرح الوطني، هذا راح تبقى له يبقى للتاريخ. اكيد احنا نشكر الجمعيه الفنيه الثقافيه الالفيه الثالثه على راسها سيدي علي بن سالم، نشكر الديوان الوطني حقوق المؤلف والحقوق المجاوره والمسرح الوطني الجزائري. ربما في الاخر حاجه تحب تضيفها على الشيء اللي قلناه؟ انا حاجه نحب نضيفها، نشكركم على دائما، نشكر التلفزيون دائما يبعث ليكيب اللي تغطي الحدث وتعطي صوره مباشر للحفل اللي يقام بهذه المناسبه تاع التكريم تاع الفنانين، ودائما التلفزيون حاضر بقوه لتغطيه كل النشاطات اللي تقوم بها الجمعيه الالفيه الثالثه. ونشكركم ونعطيكم ان شاء الله موعد ان شاء الله شهر افريل ان شاء الله مع اسم او اسماء واحده اخرى ان شاء الله. على العموم دوك غدوه ولا تعيط لك شاهيناس بالك
باش تطلب منك ضيفه من هذه الضيفات ولا ثلاثه بين ثلاثه علاش لا باش يكون حاضرين في صباح الخير يعني قبل التكريم باش يحكوا هما كذلك. والمشاهد مشاهد برنامج صباح الخير يا الجزائر حتشوفوا اكيد التغطيه الخاصه بهذا التكريم الاسبوع المقبل بحول الله. نذكروا ان الموعد حيكون نهار السبت 9 مارس بحول الله في حدود الساعه 2:30 بعد الزوال بقاعه المسرح الوطني الجزائري. سيدي علي يعطيك الصحه. شكرا محسن ونعطيك موعد ان شاء الله. انت على كل حال انت اللي راح تقوم بالتنشيط عند الحفل ان شاء الله. اكيد نتشرف نكون حاضر معكم وتكون معنا الشهر الجاي ان شاء الله باش نحكوا على التكريم الخاص بالجمعيه الفنيه الثقافيه الالفيه الثالثه. برنامجنا متواصل مشاهدينا عبر قنوات التلفزيون الجزائري الارضيه الجزائريه الثالثه والصفحه الرسميه للتلفزيون الجزائري على موقع الفيسبوك. فاتكم الكثير ولا يزال الكثير لمن التحق بنا في هذه اللحظات. الموعد يتجدد ككل اثنين مع الاستاذ عبد الرشيد بوبكري في راحه نفسيه، الاستاذ نسيمه خلفي في حقوق وواجبات واطلاله ناجيه خاتي للحديث عن برنامج للعائله. البرنامج كذلك مفتوح على المحطات الجهويه للتلفزيون الجزائري، والاثنين هو موعد واطلاله اسبوعيه مع هشام يرفع من بشار. هشام صباح الخير.